الله الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله ولا إله إلا الله الله يا الله والله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد ولمحمد محمد اللهم ارزقنا التوفيق والإخلاص وصلنا معكم إلى هذه الفقرة والإعتباران جميعا موجودان في الخارج يعني الحركة التوسطية والحركة القاطعية مع عليه على الخارج يعني قضايا صادقة. فقط أشير إلى نقطة وأعود إلى تحليل المتن. لماذا أنا أكرر المسائل كثيراً؟ لأن هذا الدرس ما في حضور الطلاب. فممكن الطالب يثير سؤالاً في ذهنه يريد أن يشكل الظروف غير غير مهيأة. فأنا أحتمل أن الطالب يفكر هكذا فأعيد المسائل كثيرا، لعل الطالب لم يستوعب فكرة توقف عقله لشبهة لإبهام في بيان ممكن أنا فأعيد الأمور وهذه إعادة مفيدة جدا، والاعتباران يعني اعتبار الحركة القطعية والحركة التوسطية، نعم جميعا موجودان في الخارج لانطباقهما يعني انطباق الاعتبارين على الواقع الخارجي بمعنى يشرح هذا الانطباق لأن للحركة نسبة إلى المبدأ والمنتهى لا يقتضي ذلك انقساما ولا سيرا يعني تنظر سيارة في نقطة وتقص إلى المبدأ وتقص إلى المنتهى في نقطة ما هذه الحركة التوسطية مرة تنظر السيارة لا بما هي متدفقة في حركتها نعم في حركتها هذه الحركة القطعية مرة أنت تكون في مقابل البحر أنا هذه عشتها كثيرا لأن منطقتنا على الشاطئ البحر الأبيض المتوسط أرى السفن سفن كثيرة تتحرك مرة تكون عشرة مرة تكون أكثر مرة تكون واحدة تكون اثنين مرة أنا أبصر أبصر السفينة دفعة واحدة هذه الحركة التوسطية مرة لا أبقى معها وهي تتدفق وتتحرك هذه الحركة القطعية نعم كلاهما موجود حقيقة في الواقع الخارجي وإلا لا معنى للحركة نعم بمعنى أن للحركة نسبة إلى المبدأ والمنتهى لا يقتضي ذلك أي وجود تلك النسبة انقساما ولا سجلا تنظر إلى الباخرة هكذا دفعة واحدة نعم ونسبة إلى المبدأ والمنتهى وحدود المسافة يعني بما هي متدفقة بما هي سيالة تقتضي سيلان الوجود والانقسام هناك تقول لصديقك الآن كانت هنا ثم صارت هنا وهذه المسافة التي تراها أنت بمقدار ممكن عشر 10 10 سنتيمات لكن في البحر ممكن أكثر من كيلومتر ممكن ثلاثة خمس كيلومتر لحد كانت هنا ولم تكن صارت في نقطة أخرى هذه الحركة القطعية كانت حركة توسطية. نعم. و الوجود والانقسام، تقول كانت هنا, هنا 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 صارت هنا. هذه هنا هنا مقاطع، مقاطع لذلك سينال، نعم. وأما ما يأخذه الخيال، تقول هذا الجمع صوري. أنا أنا عندي كل هذه المقاطع في ذهني واعٍ بها، يقول هذا خيال. أول. ما تفرق وزال في الواقع الخارجي اجتمع في الخيال. نعم، واما ما ياخذه الخيال من صورة الحركة بأخذ الحد بعد الحد منها وجمعها صورة متصلة مجتمعة الأجزاء مجتمعة الأجزاء. الحركة أجزاؤها لا تجتمع، يندثر جزء يلحق به جزء جديد. فهو أمر ذهني خيالي غير موجود في الخارج. لعدم جواز اجتماع أجزاء الحركة هذا والدليل لو فرض لها أجزاء وإلا كان ثابتة لا هذا خلفون صديقك سافر من منطقة إلى منطقة بعيدة ألف كيلومتر ومر بمناطق جميلة جدا وهو يحكي عن سفره ولذة هذا السفر يقول وصلنا إلى المقطع الفلاني هناك ثم المقطع الثاني ثم المدينة الفلانية ثم الشيء الفلاني هذا كله يتحرك يتحرك يتحدث من خياله كل هذا من خياله في حركته نعم وإلا وهو يقطع هذه المسافة هذه المسافة هذه الأجزاء غير موجودة انتصرت 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 بما هو متحرك ليس الواقعيات التي شاهدها لا هذه المقاطع الذي هو قطعها في الحركه يحكيها ويحكي المناظر التي رآها يعني يفرض يفرض يعني خيال يعني ذهن يفرض انه مستقر في مقطع ويحكي لك ما أبصره ما شاهده ثم ينتقل إلى مقطع ثاني من الحركة المقطع الأول في الواقع موجود أم انتفى انتفى طيب طبيعة الحركة في خياله مستقر ما تتبع في الوجود يجتمع في الخيال وأما ما يأخذه الخيال من صورة الحركة بأخذ الحد بعد الحد منها من الحركة وجمع هذه الأجزاء هذه الحدود صورة واحدة متصلة مجتمعة الأجزاء معنى الحركة أجزاء هو لا تجتمع نعم فهو أمر ذهني يعني انتزاعي نعم غير موجود في الخارج لعدم جواز اجتماع أجزاء الحركة. لو فُرضت لها أجزاء، طبعا هي أجزاء بالقوة وليست أجزاء بالفعل. وإلا كانت ثابتة. إذا كانت عندها أجزاء والأجزاء مستقرة، هذه ليست حركة ثابتة، لا سيالة، هذا خلفون. جيد، هذا تمام الكلام في الفصل الرابع، نأتي إلى الفصل الخامس. في مبدا الحركه ومنتهاها المبدا والمنتهى ليس في هويه الحركه لانها مبدا الحركه بعد الحركه ما فيه منتهى الحركه عن انتهاء الحركه نعم قد تقدم في الفصل السابق ان للحركه اي الحركه القطعيه طبعا انقساما بذاتها لان الحركه التوسطيه لا تنقسم نقطه ف فليعلم أن انقسامها انقسام بالقوة لا بالفعل نعم طبيعة الحركة هكذا تنقسم بالقوة مجرد قسمها بالفعل انتفت الحركة نعم تقسم ب بالقوة نعم وحتى هنا الانقسام بمساعدة الخيال لأن الانقسام تفرض ماذا انبساط متماسك أليس كذلك نفرض انبساطا متماسكا ثم نأتي ونقسمه بالفعل. إذا الخيال يعطيها امتدادا قابل للانقسام، معنى هذا الامتداد غير موجود. غير موجود بأجزائه، لأن الجزء الأول انتفى. يعني ليست مسطرة امتدادا كالمسطرة، لا أبدا. فليُعلم أن انقسامها انقسام بالقوة، لا بالفعل، حتى هذا الانقسام بالقوة قلت لكم بمساعدة الخيال يجعلها كالمسطرة ثم يقسمها. كما في الكم المتصل ها أعطاك أنا قلت المسطرة وقال الكم المتصل القار من الخط من بيانية والسطحي والجسم التعليمي على الحجم إذا لو كانت ما ذا يحدث لو كانت منقسمة بالفعل منقسمة بالفعل تعرف ما معنى يعني الأجزاء حاضرة يعني ما سبق حاضر وما لحق حاضر يعني لم يندثر السابق يعني القوة هناك بعد ما لم تخرج إلى الفعلية إذا انتفت الحركة يجب أن يصل ما بالقوة إلى كمال كماله ما بالفعل ويندثر هو يزول فسيلة لا تبقى في التمرة في النخلة أبدا إذ هنا قياس استثنائي إذ لو كانت الحركة منقسمة بالفعل ما معنى كما تقسم المسطرة إلى أجزاء ماذا يحدث؟ فانفصلت الأجزاء. انفصلت يعني تبعثرت. نعم. فانفصلت الأجزاء بعضها من بعض انتهت القسمة إلى أجزاء دفعية الوقوع وباطلة الحركة. نعم. هذا دليل يعني تصل إلى الحركة القطعية اللي هي نقطة وتنتفي الحركة. نعم. ويمكن أن نبينها هذا البيان أحسن. إذا بقيت أجزاء الحركة تخيل أنت بالسيارة من أين؟ من البصرة إلى بغداد كل هذه المقاطع الحركة موجودة كم سيارة ترى أنت؟ سيارة متدفقة متحركة مليون سيارة ممكن مليون سيارة لأن السيارة هي التي هي موضوع الحركة وتتحرك هذا غير غير معقول إذا لا يمكن أن تبقى القوة السابقة مع الفعلية اللاحقة القوة السابقة يجب أن تندثر تختفي هذه طبيعة الحركة التدريجية سيد العلماء يقول إذا بقيت الأجزاء وقسمناها قسمناها نصل إلى الجزء الجزء الواحد يعني الحركة القطعية فانتفت الحركة سينهل يعني. نعم هذا بيان جميل البيان الدقيق والصحيح إذا الأجزاء بقيت يعني ما كان بالقوة لم يخرج إلى إلى الفعلية. عندنا النخلة تثمر الفسيلة هذه أزال حركة لأن هي اللي تحركت، الفسيلة موجودة. ما بين الفسيلة والنخلة من كمالات باقية، إذن ما ثبت أنه خرج من القوة إلى الفعل لم يخرج من القوة إلى الفعل، يعني انتفاء الحركة. انتفاء الحركة. كلامه صحيح وبالتالي ما عندنا إلا الفسيله بقيت إلا الفسيله كلامه صحيح لكن هذا البيان ارشق واجمل نعم اذا لو كانت منقسمه يعني الحركه الحركه القطعيه لو لو كانت منقسمه يعني الحركه القطعيه بالفعل يعني اجزاءها كلها بالفعل فانفصلت الاجزاء بعضها من بعض يعني الفسيله موجوده ما بعد الفسيله موجوده ما, ما بعد الفسيله موجوده والنخله موجوده انتهت القسمه الى اجزاء تفعيل الوقوع يعني اجزاء لم تخرج إلى الفعليه وباطله الحركه السيانه والتدريجيه والقطعيه وايضا لا يقف فيها من الانقسام على حد لا يتجاوزه يتجاوزه ولو وقف على حد لا تتعدى القسمة كانت مؤلفة من أجزاء لا تتجزأ وقد تقدم بطلان ما عندنا شيء ينقسم ويصل إلى أجزاء لا تنقسم كل شيء مادي ممتد قابل للانقسام هذه وصلنا إليها إذا السيد العلامة يقول حتى نهاية القسمة غير منتهية نعم لكن ما نحتاج إلى هذه هذه الأدلة ولو وقف على حد في الانقسام طبعا لا تتعداه القسمة يعني هناك القسمة تقف كانت مؤلفة هذه الحركة من أجزاء لا تتجزأ وقد تقدم بطلانه الجزء الذي لا يتجزأ محال لماذا؟ لأنه جزء ممتد وليس بممتد لأن الممتد ينقسم جزء لا ينقسم يعني ممتد وليس بممتد اجتماع للناقضين يعني زيف نعم ومن هنا يظهر نعم أن لا مبدأ ولا منتهى للحركة يعني الحركة ما عندها مبدأ ومنتهى كيف أنت بالشهود ترى لها مبدأ ومنتهى القطار له القطار البغدادي ينتهي بالمحطة البغدادية تنتهي بالمحطة في البصرة محطة في العاصمة الجزائرية تنتهي بالمحطة في وهران النهاية والمبدأ والنهاية أمور شهودية يقول لا افهم جيدا في متن الحركة لماذا؟ لأن التغير إما تدريجي وإما دفعي الدفعي, الدفعي قسيم للتدريج قسيم للحركة فكيف يكون في هويتها؟ في هويتها أما يلازمها مسألة أخرى يلازمها نعم يلازمها أما أنها في هويتها لا يقول ومن هنا يظهر أن لا مبدأ ولا منتهى لأن من الأمور الدفعية للحركة كيف لا مبدأ ولا منتهى لها بمعنى لا تشتبه بمعنى الجزء الأول الذي لا ينقسم من جهة الحركة والجزء الآخر الذي لا ينقسم كذلك يعني البداية والنهاية لما تبين أن الجزء بهذا المعنى دفعي الوقوع والدفعي قسيم للتدريج للحركة فلا ينطبق عليه حد الحركة التي هي سيلان الوجود وتدرجه إذا لا يدخل المبدأ والمنتهى في هوية الحركة أما يلازمها نعم يلازمها فرق بين الدخول في الهوية ويلازمها مثلا كل الماهيات الخلقية يلازمها الوجود الماهيات الخلقية يعني دخلت إلى دار الوجود يلازمها الوجود معدومة متحققة تقول متحقق هل الوجود داخل في هويتها لا تقول الإنسان حيوان ناطق لا تقول الإنسان حيوان ناطق وجود أبدا حيوان ناطق إذن الوجود لا يدخل في هوية الماهية معنى يلازمها لا معنى للماهية المتحققة بدون طريدية العدم فكذلك لا حركة بدون مبتدأ و وب... بدون مبدأ ونهايه بين مبدا ومنتهى او بدايه ونهايه الا ان المبدا والمنتهى ليس في صميم هويه الحركه لماذا لان هذه امور دفعيه والحركه تدريجيه نعم يقول ومن هنا يظهر ان لا مبدا ولا منتهى للحركه بمعنى الجزء الاول الذي ما معنى المبدا والمنتهى بمعنى الجزء الأول الذي لا ينقسم من جهة الحركة والجزء الآخر الذي لا ينقسم كذلك لماذا لنا نهاية كيف تقسمه لما تبين أن الجزء بهذا المعنى دفعي الوقوع فلا ينطبق عليه حد الحركة فيخرج من الحد ولكن يلازم في الوجود نعم فلا ينطبق عليه حد الحركة طبعا الحد هنا ليس بمعنى الجنس والفصل بمعنى التعريف ما هي الحركة التي هي سيلان الوجود وتدرجه وهذا يدفع ماذا؟ الدفعي والدفعي يدفع التدرج والسيلان لا يجتمعان ولا يرتفعان نعم. وأما ما تقدم نعم الفصل الثالث من هذه المرحلة من أن الحركة تنتهي من الجانبين إلى مبدأ ومنتهى قلنا هذه لوازم الوجود لوازم وجود الحركة وليس في متن هوية الحركة فهو تحديد لها بالخارج من نفسها يعني من اللوازم ليس في هويتها هذه نقطة مهمة جدا نعم نقطة مهمة جدا إذا كان المبدأ في هوية الحركة فيحتاج إلى مبدأ لأنه هو جزء من من السيلان؟ يحتاج إلى مبدأ، هذا المبدأ جزء الحركة، فيحتاج إلى مبدأ، نقع في التسلسل من حيث المبدأ. إذا كان المنتهى جزء الحركة، فيحتاج إلى منتهى، المنتهى جزء الحركة، فيحتاج إلى منتهى نقع في التسلسل. نعم، بغير الدفع والتدريجي. نعم، اجتماع الدفع والتدريجي. فتنتهي حركة الجوهر من جانب البدء إلى قوة. لا فعل معها هذا هو يعني الفسيلة بما قوة من هناك تبدا النخلة إلا فعليا أنها قوة لا فعل معها نعم إن لا معنى أن تكون النخلة في الفسيلة هناك قوة النخلة وهو المادة الأولى نعم ومن جانب الخاتم يعني نهاية الحركة إلى فعل لا قوة معه هناك النخلة بعد هناك الطفل الصغير يعني الحفيد من حقه من حقه أن يسأل جده أعطيني التامر ويعطيه التامر لأن هنا هناك فعلية نعم. فعلية لا قوة معه نعم وهو التجرد هذه بالنسبة إلى المخلوقات ذوات النفوس مثل النحل أما النخلة ليست مجردة يعني الفسيلة الحاملة الاستعداد صارت نخلة تثمر هناك النخلة فعلية إلا إذا حملت استعداد لواقعية تأتي بعدها بعدما تخرب هذه النخلة لا نتحدث عن النخلة الفعلية التي تثمر انتهت الحركة هناك فالفلاح بعد ينتج يأخذ الإنتاج يتمتع بالإنتاج التمري وبأمور أخرى نعم ومن جانب الخط إلى الفعل لا قوة معه وهو التجرد وسنزيد هذا توضيحا إن شاء الله هذه في الفواعل النفوس في النفوس وليس في المواد نعم يأتي في الفصل التاسع من هذه المرحلة، والفصل الثاني والعشر والعشرين من المرحلة الثانية عشر، لنهاية بمعنى الأخص، وتنتهي الحركة، الحركات، وتنتهي الحركات العرضية، يعني الحركة في الأعراض، من جانب البدء إلى مادة الموضوع، وهي التي تقبل الحركة، ومن جانب الختم الختل في الحركة الطبيعية إلى ما تقتضيه الطبيعة من السكون. نعم حجر انت نازل من السماء الى فوق، عنده بدايه وعنده نهايه. نعم. فيتحرك في الاين؟ في الاين عرض ام لا؟ عرض. حركه في الاين. الارض تدور حول الشمس حركه في الوضع. وضع والأين عرض ام لا؟ عرض. وتنتهي الحركات العرضيه من جانب البادئ ما هو مبداه؟ تقول الأرض الدائرة والحجر النازلة وهي التي تقبل الحركة من الموضوعات يعني الأرض والحجر ومن جانب الختم يعني النهاية في الحركة الطبيعية ليست حركة النفوس التي تتجرد إلى ما تقتضيه الطبيعة من السكون الحجر يسقر يستقر على الأرض نعم والارض تدور حول الشمس وتبقى تدور حركه وضعيه لان طبيعه الحركه الوضعيه لا تقف الا اذا شاء ربك. وفي الحركه القصريه اذا رميت حجر الى السماء انت حركه قصريه لا تقتضاها طبيعه الحجر بالعكس تصل الى نقطه وترجع الى الحركه الطبيعيه. وفي الحركه القصريه الى هيئه ينفذ عندها اثر القصر. يعني انظر حجر يصعد 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 يصل الى هيئه بعد اثر القصر ينتهي. يقولون في الفيزياء السرعه تصير الى صفر ثم تعود الى حركه طبيعيه. نعم. يقول وفي الحركه القصريه بينت لك المثال الى هيئه يعني الى موضع ما الى موضعيه ما، موقعيه ما. ينفذ يعني ينتهي. عندها عند هذه الهيئه اثر القصر. جربها انت. أرمي حجر إلى السماء يصل إلى هيئة سرعة تساوي صفر يعود في حركاته الطبيعية وفي الحركة الإرادية كحركة الإنسان إلى ما يراه المتحرك كمال النفس لنفسه يجب أن يستقر فيه الحركة الإرادية تريد العلم متى تصل إلى الغاية ما هي الغاية؟ الاجتهاد إذا وصلت إلى الاجتهاد لا معنى للحضور الدرس بعد انت تدرس تطرح نفسك تعطي نظريتك اما تدرس خلاص انت تحصل للحاصل زيف ما في استعداد للعلم خلاص العلم تحصل نعم الا اذا كنت مع المعصوم علمك لا شيء المعصوم يعلمك أم امور اخرى نعم عندك قابل قابليه موجوده لا في العرف الحوزوي او الجامعي تحصل على الدكتوراه انتهى تحصل على الاجتهاد في الحوزه انتهى لا معنى لأن يجلس أمام الأستاذ مرة ثانية هذا هو الكمال الإرادي إرادة بعقلانية تتحرك نحو الكمال العلمي إذا تحصل الإنسان على هذا الكمال العلمي هذه هي نهاية الحركة الإرادية نعم الحركة الإرادية هذه الأمور جميلة جدا لماذا لأننا نعاينها في الوجود انظر الثقافة الفلسفية كيف تنور العقول نعم الذي يعادي الفلسفة من بعض الحوزويين أنا في تصوري ما عنده هذا التصور الصحيح له هو يتصور أنه الفلسفة هي تقرير لآلهة اليونان زوس وأبولون وأتينا وهذه الآلهة مع أن هذه الأمور كلها رموز أساطير من ورائها مفاهيم راقيه جدا من يعرف السيمبوليك يعني الرمزيه وتحليل الاساطير خلينا هذا جانب اخر، قد يكون هناك مزايده، قد تكون هناك انحرافات، نعم لا ننكر ذلك، لكن ليس كل الثقافات كانت كانت مشركه، لا ابدا ابدا بالعكس التاريخ يقول التوحيد هو الحاكم على جميع الامم تجلي هذا التوحيد في سلوك الناس قد يكون منحرفا لماذا نحن ما عندنا الانحراف عندنا الانحراف في الصوفيه عند المخالفين وعندنا انحراف البابيه من اين خرجت؟ قبل البابيه وقبل البهائيه الخوارج من من, من خرجوا؟ ما خرجوا من صفية امير المؤمنين سلام الله عليه. هذه الانحرافات تكون في السلوك وفي الفهم اما المساق العام لا المساق العام توحيدي وليس كما يعتقد البعض هذه المطالب الراقيه في كل حركه من حركاتك في الوجود هذه المطالب موجوده حاضره من بدايه هذه بهذا الكتاب الى الان هذه تعاينها تستطيع ان تحللها تستطيع لا تستطيع تعيشها انت لا يمكن ان تتجاوزها لا يمكن ان تتجاوزها انتهى الفصل الخامس الفصل السادس في المسافه ما هي المسافه ياتي ان شاء الله اللهم صل على محمد وآل محمد <متحدث> اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد